مساء الخير. يطل قائد ميليشيا قصد مظلوم عبدي على السوريين والمجتمع الدولي بكلمة وصفها محللون سياسيون بأنها أقرب للقفز على الحبال الدولية منها لأي شيء آخر، إذ تلخصت مطالب مظلوم عبدي في الاجتماع السنوي لميليشيا قصد على ضرورة الدعم المالي لهم بحجة أنهم يحاربون تنظيم داعش حتى الآن، إضافة إلى وجود مئات الآلاف من عناصر داعش وعائلاتهم في سجون ميليشيا قصد والمخيمات التي تديرها. وطبعا هذه الأرقام صادرة عن لسان مظلوم نفسه. التوجه العام لخطبة مظلوم عبدي لا تختلف عن السياق الذي يتحدث به لسان ميليشيا قصد، والذي لا ينطق سوى بالاعتراف بهم كقوة شرعية والمطالبات المستمرة للمجتمع الدولي بذلك الأمر الذي يرى به كثيرون أنه محاولات للانفصال عن سوريا الموحدة، رغم أن خطابها العلني لا يطالب سوى بالفيدرالية، إلا أن الأفعال مختلفة تماماً على الأرض، خاصة التضييق على سكان المنطقة من العرب والملاحقات التي تتم بحقهم، والحجة جاهزة وهي الانتماء لتنظيم داعش. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب المطالب من قبل ميليشيا قصد بالدعم المالي وفتح المعابر الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن أين سيتم فتح هذه المعابر أساساً؟ وما الرسالة التي يريد إيصالها قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي الجنرال الأمريكي باول كالفرت من خلال تأكيده في المؤتمر أن تنظيم داعش هزم في سوريا وأن بريطانيا تعمل على توسعة سجن الحسكة؟ وماذا فعلت ميليشيا قصد منذ 10 سنوات حتى يتم الاعتراف بها كقوة شرعية في سوريا؟ وما موقف روسيا من هذه المطالبات؟ ولماذا توجه ميليشيا قصد رسائلها للخارج دائماً ودون إقامة أي وزن لسكان المنطقة؟ هذا ما سنناقش في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلاً بكم. أطل مظلوم عبدي بكلمة للمجتمع الدولي وللسوريين. نتابع التقرير ونعود للنقاش حول هذا الموضوع. في هذه المرحلة لا يكفي أساليب العسكرية وحدها في محاربة داعش. إنه مظلوم عبدي خلال كلمته في الاجتماع السنوي لميليشيا قصد، والتي ركز فيها على الدعم المالي وإيصال المساعدات إليهم عن طريق فتح طرق، مشيرا إلى أن مطلبه جاء بسبب وجود مئات الآلاف من عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم في سجونهم والمخيمات التي يديرونها شمال شرق سوريا. ولم ينسى عبدي ترك الخيط ممدودا مع روسيا من خلال التأكيد على استمرار التعاون معها لاستمرار خفض التصعيد مع تركيا التي اتهمها بالتغيير الديموغرافي في مناطق رأس العين وتل أبيض وعفرين، كما رفض مظلوم اتهامات نظام أسد لميليشيا قصد بالخيانة، متهما إياه بترك مناطق شمال شرق سوريا ومعابرها لمن وصفهم بتنظيم داعش وجماعة القاعدة. إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام ما يسمى بالحوار السوري مع نظام أسد والذي تدعمه موسكو. طبعا محللون رأوا أن ميليشيا قصد وقائدها مظلوم عبدي مستمرون في استخدام تنظيم داعش كشماعة لإقناع المجتمع الدولي باستمرارها ودعمها بالأموال التي لا يرى السكان في شمال شرق سوريا شيئا منها، إضافة إلى أن هذه التصريحات تسير في مطالبات ميليشيا قصد الدائمة من المجتمع الدولي بالاعتراف بهم كقوة شرعية في سوريا. فهل سينجح مظلوم عبدي بالقفز فوق الحبال الروسية الأمريكية الأسدية، أم سيقع في شر الجرائم العنصرية والتمييزية التي يمارسها بحق العرب والكرد المعارضين له في الجزيرة السورية؟ وللحديث أكثر ينضم إلينا مدير شبكة جيوستراتيجي للدراسات من دوسلدورف إبراهيم كبان، كما ينضم إلينا أيضا الكاتب الصحفي حسن النيفي من غازي عنتاب. مساء الخير وأهلا بكما. أستاذ حسن، بعد 10 سنوات من استيلاء ميليشيا قصد على شمال شرق سوريا، ماذا قدمت هذه الميليشيا لتقوم بالمطالبة أو مطالبة المجتمع الدولي بالدعم المالي وفتح المعابر؟ تحية طيبة لك سيدتي ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية منذ أن تشكلت تراهن كانت على مسألة أساسية، هي من جهة تراهن على أن تحوز على اعتراف دستوري
من جانب نظام بشار الأسد، لأن علاقتها بالنظام كانت قائمة على أساس تبادل المصالح ولم تكن قائمة على التضاد. وثم إنها منذ أن نسقت مع التحالف الدولي لتنظيم داعش هي كانت أيضا تراهن على حيازة اعتراف سياسي إضافة إلى التنسيق العسكري القائم بينها وبين التحالف الدولي. إلا أن خلال هذه العشرات السنوات العشر هي لم تحقق ما تصبو إليه من الناحية، ما تريده من المجتمع الدولي لم تستطع تحقيقه، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها التحالف الدولي كانوا واضحين جدا إذ أكدوا مرارا وحتى الآن يؤكدون أن علاقتهم بقوات سوريا الديمقراطية هي علاقة عسكرية وليست علاقة سياسية وليست أكثر من ذلك. ثم إنها رهانها أيضا على نظام بشار الأسد وهو رهان خاسر دائما، وهذا ما كنا نؤكده باستمرار، إن الرهان على نظام مجرم كنظام بشار الأسد نظام استبدادي هو جذر المشكلة السورية سيكون رهانا خاسرا. قسد من البداية كان يعني وضعت أوراقها بعيدا عما يريده الشعب السوري، هي لم يكن مشروعه هو جزء من مشروع الثورة السورية القائم على المطالبة بالتغيير وإقامة الدولة الديمقراطية لكل السوريين، وإنما جاءت بأجندة غريبة تريد أن تجعل من هذه الأجندة نموذج للسوريين، وهذا ما فشلت فيه حتى الآن. يعني الآن مشروع قسد هو مشروع مفروض بالقوة، لا هي استطاعت أن تجذره محليا على الأقل في شرق الفرات، ولا استطاعت كذلك تسويقه دوليا، وهذا ما يجعل منها هي سلطة أمر واقع كغيرها من السلطات الموجودة على الأرض السورية. نعم أستاذ إبراهيم، يعني أكرر عليك ذات السؤال، ماذا قدمت ميليشيا قسد للمدنيين تحديدا في المناطق التي تسيطر عليها؟ أحد التحية لكم ولضيفكم الكريم وأيضا لمشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة قوات سوريا الديمقراطية خلال السنوات يعني منذ التأسيس أكتوبر 2015 حتى هذه اللحظة قدمت هذه القوات الكثير من الخدمات العسكرية والأمنية لمنطقة الإدارة الذاتية، وخاصة هذه القوات يعني قادت حروب وليس حربا واحدة ضد منظمة الداعش الإرهابية وأيضا ضد الاحتلال التركي. يعني شاهدنا على طول 1000 كيلومتر سواء كان من الشمال أو من الجنوب، وأيضا يعني لولا أيضا النظام السوري دخل على الخط، يعني كان النظام السوري أيضا يحاول اجتياح المناطق الشمال وشرقي سوريا عدة مرات لكن فشلت بحكم كانت قوات سوريا الديمقراطية هي القوات الضاربة القوية الأكثر تنظيما في الحدث السوري. يعني لنعمل مقارنة بسيطة بين هذه القوات، سنشاهد أن قوات سوريا الديمقراطية التي لها قائد واحد وأيضا قيادة مشتركة واحدة وأيضا تعدادها ارتفعت من 30,000 إلى 100,000 في هذه الأيام، وهذا بالتأكيد لديها تحالف مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقات واسعة مع الاتحاد الأوروبي وخاصة مع فرنسا والسويد، وأيضا علاقات تبادل وشراكة مع الدول العربية، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر وغيرها. هذا دليل كافي أن هذه القوات هي قوات قوية جدا، فأصبحت هي الوزن الثقيل في الحدث السوري. وبالنسبة للخدمات التي قامت بها هذه القوات هي حقيقة استطاعت أن تكسر شوكة المنظمات المتطرفة الإرهابية الداعش وغيرها في المنطقة، وحررت المناطق الأكثر حساسية واستراتيجية في الحدث السوري سواء كانت شمال دير الزور، الرقة، منبج، الطبقة، كوباني، هذه المناطق الأساسية التي كان يحاول أمن النظام السوري أو الروسيا من بعدها من خلفها، وأيضا الداعش محاولة اجتياح هذه المنطقة بحكمية مناطق استراتيجية تحتوي على الثروة الإحفورية من النفط والغاز وإلى آخره، وأيضا هذه المنطقة تحتوي على سدود استراتيجية. هذه القوات استطاعت أن تحمي هذه المناطق بحماية قوية جدا ولديها تحالف قوي، وكل التحركات التي تقوم بها هذه القوات في المنطقة حقيقة برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدول ضد داعش. في جزئية هذه القوات هل هي نجحت في أخذ الطابع الشرعي؟ حقيقة قوات سوريا الديمقراطية نجحت في أن تكون الجزء الأساسي القوي جدا في المعادلة السورية على الأرض وليس في المؤتمرات التي لم تأتي بشيء من أجل سوريا. لهذا أنا أعتقد القوات الوحيدة التي في سوريا حقيقة هي قوات ثورية وليها قيادة واحدة ومشتركة وقوية، وهي من المكونات السورية في الجزيرة السورية وشمال حلب وشرق حلب، هي قوات سوريا الديمقراطية. أستاذ حسن، هل تتفق مع الأستاذ إبراهيم؟
يعني نريد أن نتحدث بموضوعية بعيدا عن المهاترات والمسبقات الإيديولوجية. يعني الأستاذ إبراهيم يتحدث عن قوة قسد ويعتبر أن التماسك التنظيمي وحيازة القوة هي دليل على أن قسد هي القوة الضاربة وعلى صحة مشروع قسد. أنا أريد فقط أن أذكر بأمثلة بسيطة. يعني دائما التماسك التنظيمي وحيازة القوة هي ليست دليلا على صحة المشروع. لنتذكر أن داعش في يوم من الأيام كانت تسيطر من شرق حلب وحتى موصل، وهي ذات تنظيم مركزي ربما أشد مركزية من قوات سوريا الديمقراطية. فهل نقول أن هذا التماسك المركزي وهذا التماسك التنظيمي وقوة الشوكة وحيازة القوة هي دلالة على صحة مشروع داعش؟ هذا ليس بصحيح على الإطلاق. نحن ننظر إلى سلامة المشروع الوطني الذي تحمله قوات سوريا الديمقراطية. هل هي تطالب بإسقاط نظام بشار الأسد وإقامة الدولة الديمقراطية على أساس مبدأ المواطنة لجميع السوريين بعيداً عن الأجندات الخارجية؟ يا سيدتي، يعني يتحدث الأستاذ إبراهيم أنه كانت هي ضد الاحتلال التركي. مشكلة حزب العمال الكردستاني اللي حزب الاتحاد الديمقراطي هو فرع له، مشكلة هذا الحزب مع تركيا نقلوها إن من تركيا إلى سوريا. يعني نحن ما ناقصنا مشاكل وتدخلات خارجية. إذا كانت مشكلتهم مع تركيا فليذهبوا إلى تركيا ويحاربوا عن قضيتهم هناك. نحن نتحدث عن قضية سورية الآن بعد 10 سنوات. كل هذه القوة بيد داعش التي حازتها داعش وبفضل التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا قدمت للقضية السورية؟ ما زالت تسعى الآن في نهاية المطاف. يعني السيد مظلوم عبدي يوم أمس في كلمته وكأنه يناشد نظام بشار الأسد ويقول لابد من التنسيق مع هذا النظام، هو يطالب حكومة دمشق بالأخير للتنسيق. يعني هذا هو حصاد 10 سنوات من نضالات قوات سوريا الديمقراطية، هي أن تذهب للمصالحة مع وتنسق مع نظام بشار الأسد لتعويم هذا النظام. يا سيدتي اسمحي لي أن أؤكد أنه أصلا مشكلة سورية ما هي؟ الثورة السورية لماذا انطلقت؟ أصلا مشكلة هي نظام ديكتاتوري، نظام مجرم، نظام الأسد. كل أشكال الإرهاب الموجودة على الأرض السورية هي من تداعيات هذا النظام. ترك المشكلة الأم والذهاب إلى تداعياتها فهذا أعتقد يعني هو خطأ في توجيه البوصلة. الآن قوات سوريا الديمقراطية ما زالت تراهن على المكان الخطأ، تراهن أولاً تراهن على القوات على اعتراف دولي بعيداً عن إرادة السوريين، وهي كذلك ما زالت تراهن على نظام بشار الأسد على أن يمنحها بعض المكتسبات الدستورية. يا سيدي هذه ليست مشكلة السوريين، مشكلة السوريين هي التحرر من الاستعباد، تحرر من العبودية، إقامة نظام ديمقراطي، وهذا لن يتحقق إلا بزوال نظام بشار الأسد إذا لم يكن مشروع قوات سوريا الديمقراطية يتماهى مع تطلعات أهل المنطقة، على الأقل المنطقة التي يسيطرون عليها. يعني شرق الفرات، منبج، ما زلنا نشهد يعني لعهد قريب الاضطرابات ودائم الاحتجاجات. المشكلة هذه الأنظمة أو السلطات الأمر الواقع كسلطات قسد وغيرها مثل نظام بشار الأسد، يعني هم لا يسعون إلى حل المشاكل مع مجتمعاتهم المحلية، وإنما دائما يتطلعون إلى الاعتراف الخارجي، إلى اعتراف الأطراف الخارجية والاستمرار في دعمهم للتسلط على عند على هذه النقطة. أستاذ إبراهيم، يعني لماذا ميليشيا قسد إلى هذه الساعة تسعى للاعتراف الخارجي وتتغاضى عن المشكلات التي تعاني منها داخليا، تتعامل مع المدنيين المتواجدين في مناطقها من كرد أو عرب بقوة الرصاص، وآخر ما حرر بهذا السياق إذا تتذكر معي في أيار قتل 6 مدنيين في الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات، الكثير من التجاوزات تعاني منها مناطق سيطرة ميليشيا قسد. لماذا التوجه دائما للخارج ولا نسعى لأن يعني نخرج بمنطقة نموذجية داخليا؟
هلا مبدئيا عملية النموذجية هي مناطق إدارة ذاتية، مناطق الأكثر نموذجية بين المناطق السورية التي سواء تحتلها تركيا أو المجموعات المعارضة أو النظام السوري التي يديرها بقوة السلاح والنار والحديد. أعتقد إن كان هناك النواقص والسلبيات في مناطق الإدارة الذاتية، هذا بطبيعة الحال هي أمور طبيعية عند حينما تعمل، فتكون هناك أخطاء وسلبيات، وتقع بعض الأخطاء الكبيرة التي حصلت ومناطق الإدارة الذاتية شهدت بعض الأخطاء والسلبيات، وهذا طبيعي جدا. ولكن الأهم هو كيف أن تصلح تلك الأخطاء وتسير نحو منهجية البناء الاستراتيجي في المناطق التي يجب أن تتطور من سوريا. في الجزئية الدولية والبحث عن الاعتراف الدولي، أعتقد هذه الجزئية ليس فقط قوات سوريا الديمقراطية تذهب بهذا المنحى، وإنما مجموع المعارضة الذين ذهبوا إلى سوتشي وجنيف وسيتانا وغيرها، والذين أصبحوا أجندة بيد النظام الروسي من خلال تركيا أو من خلال النظام السوري وإيران والميليشيات الإيرانية. هذا واضح، يعني الجميع يبحث عن الحوار مع النظام السوري، وحينما الأمر يتعلق بالكرد ويتعلق بقوات سوريا الديمقراطية في البحث عن حلول برعاية دولية، كان دائما قوات سوريا الديمقراطية في لقائها مع النظام السوري أو لقائها مع الروس أو في حميميم وغيرها، كان دائما الحديث هو حول الرعاية الدولية لتطبيق قرار جنيف المعروف الذي هو تغيير النظام الجذري. ولكن نظرتنا للواقع السوري، نحن ندرك الواقع السوري ونعرف الألاعيب التي تحصل في سوريا. ما هي هذه الألاعيب؟ جزئية من هذه الألاعيب أن الدول الإقليمية التي كانت تدعم الثورة السورية هي نفسها تدخل في مناقصات خاصة مع النظام السوري من أجل بيع المناطق المعارضة. يعني كنا أيام نشاهد مناطق دمشق، حول دمشق كلها بيد المعارضة، وحلب طيب عمليات البيع هذه ألا تعتقد ميليشيا قصد بأنها ستكون جزء منها مستقبلا؟ قضية القسد وقوات قسد وما يمتلكها قسد من إمكانيات ومن علاقات دولية، أعتقد المسألة لن تكون هناك مناقصات بهذا الشكل. يعني أنا دائما أذكر بمسألة عين العيسى، لو كانت تركيا تستطيع غزو مدينة عين العيسى، القرية الصغيرة البلدة الصغيرة، كانت فعلت قبل 4 أشهر، لكنها لم تستطع، لأن هناك قرار دولي وخاصة روسي أمريكي بمنع تركيا من التمدد خارج المناطق مسموح لها. وأعتقد ما اتفق به ترامب اليوم بايدن أكد عليها ورفضها، واللقاءات التي تحصل بين أتراك والنظام والإدارة الأمريكية واضح في هذا المنحى. المسألة تختزل في الشكل التالي: الحدث السوري أصبح واضح، النظام المجرم أصبح جزءا لا يمكن لأي قوة، لطالما روسيا تدعمها وبعض القوى الدولية تدعمها، لا يمكن أن نتحدث بشكل بسيط إزالة هذا النظام. المشروع السوري الديمقراطي موجود، ويجب أن أنا برأيي يجب أن تلتحق به كافة القوى السورية من أجل دعم هذا المشروع، لأن المشروع الذي تبحث عنه الثورة السورية وما كنا كثوريين ثوريين نبحث عنه في سوريا لإسقاط النظام السوري، تبدأ من ديمقراطية سوريا، تبدأ بإسقاط هذا النظام، بدرب أرجل هذا النظام بحكم ديمقراطي لا مركزي في المنطقة. وأنا أعتقد حينما تتحدث وإسقاط هذا النظام يأتي عبر الهرولة والسعي المتواصل للحديث معه، على الرغم من كل الإهانات التي وجهت لما يسمى الإدارة الذاتية في أكثر من مرة، وتكرار هذه المطالب بقوة، ويعني ما يشبه الترجي. سيدتي، قوات سوريا الديمقراطية حينما أرادت أن تلقن النظام دروسا عسكرية، حينما حاول النظام أن يمد مترا واحدا، تم القضاء على النظام. أعتقد مسألة ليس بتلك البساءة والقراءة السطحية. قوات سوريا الديمقراطية اليوم تشكل هاجسا حقيقيا على الأرض، لا النظام السوري ولا النظام الإيراني الاحتلالي في سوريا، وحتى روسيا لا تستطع إلا بمخططات مع تركيا في محاولة زعزعة أمن استقرار هذه المنطقة. أما أن يجتاح النظام السوري أو يحاول النظام السوري، هذا غير ممكن، لأن لا الولايات المتحدة الأمريكية بدها هذا الشيء، ولا فرنسا بدها، ولا القوى المتحالفة في التحالف الدولي. الجزئية النظام، قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لم تذهب هرولة إلى النظام، ولكن كان الاستراتيجية هو إن هذا النظام الذي تذهب المعارضة إليه في سوتشي وأسيتانا وجينيف وغيرها هرولة وركضة من أجل إرضاء الإيرانيين والنظام الروسي عن طريق تركيا، قوات سوريا الديمقراطية اختزلت الطريق. دمشق أقرب إلى القامشلي من إسطنبول، دمشق أقرب في أن تتحاور مع النظام المجرم من أجل المصلحة السورية العليا. هذه استراتيجية الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. نعم أستاذ حسن، يعني كما ذكر الأستاذ إبراهيم أنه استراتيجية قوات سوريا الديمقراطية هي أنه القامشلي أقرب إلى دمشق، وبذلك السعي للحوار معها دائما، إضافة أنه يرى مناطق سيطرة ميليشيا قسد كسلطة أمر واقع هي الأكثر نموذجية. هل تتفق معه بهذه الطروحات؟ يعني لا يجب ألا نتوهم بأننا إذا تحدثنا
عن الهرولة إلى دمشق بأننا نضع نموذجا أفضل هو أستنا وسوتشي. يعني أنا لا أدافع لا عن أستنا ولا على سوتشي، ربما هي بالميزان السياسي ربما هي أكثر سوءا من هرولة قصد. فيجب أن يعني يعلم ضيفك الكريم بها، أنا مواطن سوري منحاز للثورة السورية قطعا، ولست متحدثا باسم سوتشي أو أستنا أو بأي أجندة إقليمية أخرى. أنا أتحدث كسوري أحاول مقاربة وجع السوريين وما تفرزه جذر الثورة السورية بالأصل. أما عن التحالفات أو أن منطقة قصد هي الوحيدة المحمية، ليتذكر يعني ضيفك الكريم أن الإدارة الأمريكية هي نفسها من أتاح لتركيا التقدم باتجاه رأس العين في العام 2019. يعني الحماية الدولية هي ليست ضمانة أبدية، واللجوء إلى الأطراف الخارجية للاستعانة بهم والادعاء بأن هذه الاستعانة هي جزء من المشروعية، أعتقد هذا نوع من الوهم. إدارة ترامب هي التي أتاحت لتركيا بموجب تحالفات محددة أن تتقدم باتجاه تل أبيض ورأس العين وهذه ولا ينسى أيضا ضيفك أن روسيا هي من أتاحت لتركيا بالتقدم تجاه عفرين. فالمصلحة المصالح الدولية هي التي تتحكم بهذه المسألة، والجميع يعني المصالح الدولية تتعامل مع كل السلطات الأمر الواقع في سوريا من زاوية واحدة على أساس مصالحها. ولكن أن تعتقد قصد أنها يجب أن تسبق جماعة أستنا وسوتشي قبل أن يصلوا إلى أستنا لتصل إلى هي إلى دمشق، فهذا الرهان هو رهان خاسر، هو تسابق نحو السوء من السيء إلى الأسوأ. ليس مثلنا نحن كسوريين، ليس مثلنا أستنا ولا سوتشي ولا قصد، وإنما مثلنا الحقيقي هي تطلعات السوريين في إقامة دولة حرة كريمة ديمقراطية دون نظام. فاقد الشيء لا يعطيه، يعني ضيفك وكأنه يوحي بأنه طالما والله المجتمع الدولي ما بده يشيل بشار الأسد، يجب أن نسلم بهذه الحقيقة ونتعامل معه كأمر واقع. لا يا صديقي، المجتمع الدولي يتعامل وفقا لمصالحه، وإرادة المجتمع الدولي ليس هو دائما يفرضها، وإنما يجب أن نتيح مجال أيضا لإرادة الشعوب. يعني يجب أن نعلم أن الثورة السورية عندما انطلقت في 2011 لم تكن بإذان من المجتمع الدولي، ولم تكن نتيجة إيحاءات من الخارج، وإنما نتيجة تطلعات شعب صار ضد الظلم ضد الاستعباد. يجب أن نكون أمينين لتطلعات شعبنا، الأجندات الخارجية لن تكون بديلا عن المشروع الوطني السوري. نعم أستاذ إبراهيم، يعني شارك في انعقاد مجلس أو المجالس التابعة، المجالس العسكرية التابعة لميليشيا قسد، يعني شخص يتبع للتحالف الدولي، وتحدث عن هزيمة تنظيم داعش، كما تحدث عن أنه بريطانيا ستقوم بدعم سجون الحسكة التي يتواجد فيها عناصر داعش فيها. السؤال هنا، ما هي القيمة الحقيقية لقوات سوريا الديمقراطية ميليشيا قسد دون تواجد التحالف الدولي ودون هذا الدعم الكبير الذي نراه على الإعلام وبالمعدات العسكرية والدعم المالي؟ هل عملية من 2015 إلى هذه اللحظة يعني أصبح هناك دعم أمريكي وتحالف دولي واضح بالنسبة للأسلحة والإمكانيات؟ وأنا أعتقد قضية أن القيمة الفعلية لقوات سوريا الديمقراطية سواء بوجود التحالف الدولي عدم وجود هي مرتبطة بمصالح استراتيجية لهذه الدول. يعني نحن شاهدنا أيام اتفاقيات ترامب مع النظام التركي حول اجتياح أو احتلال مناطق رأس العين وتل أبيض سريكانية، كانت اتفاقيات رافضة بشكل عام من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الكونغرس الأمريكي، حزب الديمقراطي، أصوات قوية جدا داخل الكونغرس بالنسبة حزب الجمهوري الأمريكي، وأيضا فرنسا كانت الداعم الأساسي لإعادة أي دعم قوي لقوات سوريا الديمقراطية. وأنا أعتقد مسألة أن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوروبا من هذه الحدث السوري وترك الساحة للنظام السوري أو الإيراني للتوسع الإيراني، هذا غير ممكن سياسيا، حتى بالنسبة للصراعات الغربية الروسية الصينية هي جزء ما يحصل على الأراضي السورية. هذه الجزئية نحن في قراءتنا الاستراتيجية نصل إلى نتيجة أن قوات التحالف هي موجودة
في الحدث السوري، وهي تحاول في عقد ترامب او في عهد ترامب وعهد ما يطلبه ايضا فرنسا ودول بعض الدول الاوروبيه، هو هذه القوات القوات السورية الديمقراطيه يجب ان تدعم بشكل اقوى. وهناك الحديث حقيقه اقولها اليوم على قناتكم، هناك حديث امريكي ايضا للاداره الذاتيه والقوات السورية الديمقراطيه حول تحسين منطقه الاداره الذاتيه امنيا وتنمويا. حينما نتحدث امنيا وتنمويا، وهذا الحدث الجديد منحى جديد للسياسات الامريكيه الفرنسيه حيال الإدارة الذاتية حسب اللقاءات الأخيرة مع المسؤول الدولتين العظمتين، كان هناك الحديث تمكين المنطقة ودعم الاستقرار في هذه المنطقة. إذن المنحة الأخرى أو المرحلة الثانية من الدعم التحالف الدولي لهذه قوات قوات السورية الديمقراطية أصبحت في منحة براتيك استراتيجيا، هو دعم هذه القوات في مستقبل سوريا. عمليا نحن أمام هذا التصور. التصور الثاني هو أيضا الحديث حول أن الثورة السورية ترفض الحوار مع الأسد. حينما تتحاور قوات السورية الديمقراطية الإدارة الذاتية مع النظام السوري المجرم في سوريا، هذه القوات لا تتحاور من أجل أن يبقى الأسد أسدا وتبقى هذه القوات، لا الحوار دائما حول التغيير الديمقراطي في سوريا، الثورة السورية، يعني تحقيق مطالب الثورة السورية. أنا أعتقد كما يحصل اليوم في درعا، كما يحصل اليوم في شرق الفرات، هذه مطالب الثورة السورية هو. ولكن ما يحصل في شرق الفرات بأنها تعتقد بأنها فقط في شرق الفرات، لا تتدخل بكل ما يجري على الأراضي السورية. كيف سيصدق السوريين اليوم الإدارة الذاتية وميليشيا قسد بأنها تدعم الثورة السورية دون أن نسمع أي بيان أو دعم أو يعني حديث حتى عن مدنيين، حتى ولو حديث عابر؟ أنا أستغرب حقيقة، لا أعرف إذا كنتم تدركون أن مجلس سوريا الديمقراطية قادتها قيادة مجلس سوريا الديمقراطية موجود فيها من اللاذقية، من الإدلب، مجلس من دمشق. والله من نعرف من يا أستاذ إبراهيم طبعا، ولكن لا نراهم على منابر الإعلام ولا يتصدروا المشهد الحقيقي العسكري. هذا تقصير من مجلس سوريا الديمقراطية، وأنا أناشدهم خلال شاشتكم. هناك شخصيات واضحة من كافة المناطق السورية وهم قيادات في مجلس سوريا الديمقراطية. بالمناسبة هناك مجالس عسكرية من إدلب ومن حلب ومن السويداء وغيرهم موجودين في قوات سوريا الديمقراطية، وكانوا يوم أمس حاضرين في اجتماعات المجالس العسكرية. هل حضورهم فعلي أم شكلي؟ طالما هي قوات مخصصه لإدلب هي قوات فعليه وليست شكليه، يعني هذا التصور هو ان قوات سوريا الديمقراطيه حضور فعلي. الفرق هو بين الفعل واذا كان هناك مجرد حضور فعلي فاذا كانوا تركوا قوات سوريا الديمقراطيه من زمان. هذه القوات هي اكثر تنظيما في المنطقه. كل دعايات البروباغندا الاعلاميه التي تحاول الجهات التركيه والاعلام المعارض المرتهن لاخوان المسلمين محاوله تشويه هذه القوات هي لم تنجح حتى هذه اللحظه بحكم ثبتت قوات سوريا الديمقراطيه. انا لا انفي هناك اخطاء سلبيات وتحصل هناك تجاوزات حق المدنيين في منطقة الإدارة الذاتية، أنا أتحدث عن جزئية قوات سوريا الديمقراطية وإمكانياتها وفعالياتها، ولكن هناك أخطاء تحصل في منطقة الإدارة الذاتية. والشيء الجميل في منطقة الإدارة الذاتية هو التعامل مع هذه الأخطاء، إن توقع الأخطاء يجب أن تصحح كما حدث في مسألة منبج. وأيضا بالمناسبة كان قبل يومين هناك مظاهرة أو مسيرة لأهالينا في شمال دير الزور مناطق الإدارة الذاتية دعما لأهلنا في درعا وحصار الذي ينفذه ميليشيا الإيرانية والنظام المجرم في الدرعة. يعني دائما هناك فعاليات قوية جدا مناطق الإدارة الذاتية لدعم الثورة، ولكن خطاب الثورجية، أنا أسميهم خطاب الثورجية، الذين يتعاملون مع المحتل فيحاولون يشوهون قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. ولكن انظروا إلى نصف الكأس المليان، دائما هناك نصف الكأس نعم فارق ولكن النصف الآخر مليان. يجب أن نتحدث عن إيجابياتها، وإن كانت هناك سلبياتها علينا جميعا أن نساعدها لتجاوزها. نعم النظام السوري نظام مجرم، لا يمكن الراحة في سوريا والسلام في سوريا دون تغيير هذا النظام، ولكن السبيل إلى تفعيل ذلك، السبيل إلى تحقيق ذلك بحاجة إلى استراتيجيات وتكتيكات حديثة جدا. وأعتقد ما يسمى الائتلاف السوري أو ما يسمى مجاميع المسلحة للمعارضة السورية فشلت تماما بحكم أنها وضعت جميع بيضها في سلة النظام التركي الذي يقوم بالمناقصات على حساب السورية. دعني أرى إذا الأستاذ حسن يتفق معك. أستاذ إبراهيم، أستاذ حسن، هل تتفق مع الأستاذ إبراهيم بما جاء فيه؟ دعيني أذكر الأستاذ إبراهيم، والله لو العالم كله اعترف فيكم، كل العالم، ولو حضر بمؤتمركم من إدلب ومن اللاذقية وحتى من القرداحة، إذا ما قبلتكم شعوب المنطقة، إذا أهل المنطقة ما قبلوكم، أنتم غير قادرين على التصالح مع أهل المنطقة. إذا ما بتحسنوا تقنعوا سكان مدينة أنتم بتسيطروا عليها، كيف راح تكونوا يعني مقبولين؟
عدنا إلى نفس المنهج ونفس الأسلوب. أنتم تسيطرون بحكم حيازتكم للقوة، أنتم غير معنيين لا بتطلعات المنطقة التي تسيطرون عليها ولا بالتصالح. يا سيدي الكريم، التعاطي والتصالح مع تطلعات أهل المنطقة إنما يكون عبر إعادة الحقوق وليس عبر البروباغندات الإعلامية التي أنتم أمهر بها. يعني الآن 50,000 نسمة هجروا من سكان بلدة الشيوخ، إذا كنتم حريصين على إرضاء أهل المنطقة والتماهي مع تطلعاتهم أعيدوا هؤلاء 50,000 إلى بيوتهم، قوموا بإحياء القرى التي مسحتوها عن وجه الأرض. أنتم تتحدثون عن التغيير الديموغرافي وكلما دق الكوز بالجرة فورا تتحدثون عن تركيا وعن فلان، أنتم لكم أعداء مسبقين. أنا من بداية حديثي قلت يا ريت نتحدث عن شيء اسمه قضية سورية بدون مسبقات إيديولوجية. تعودون إلى جذر المشكلة، عداء حزب العمال الكردستاني بي 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 مع تركيا. أنتم تريدون أن تسقطوا هذه العلاقة، هذا الصراع التاريخي بينكم وبين الحكومة السورية التركية على المشكلة السورية. الذين هجروا من بلدة الشيوخ 50,000 والقرى اللي مسحت من على وجه الأرض والمعتقلين الآن في سجون قسد، هؤلاء ليسوا أتراك وليسوا دواعش وليسوا إخوان مسلمين وليسوا ائتلاف، هؤلاء مواطنون من أهل المنطقة. الطريق السبيل القويم إلى التماهي مع تطلعات السوريين يكون عبر إرجاع الحقوق وتلبية المطالب الحقيقية وليس بالمؤتمرات والركض وراء الدول فلان اعترف طيب فيها. بالعودة للمؤتمر، أيضا سألنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي عن مطالب مظلوم عبدي وهي معابر إغاثية ومساعدات مالية. في حال موافقة المجتمع الدولي على فتح معابر إغاثية لمناطق سيطرة ميليشيا قسد، هل تعتقد أن المساعدات ستصل لكل السوريين في شرق الفرات أم للأكراد فقط؟ بنسبة 13% ممن شارك في هذا الاستطلاع يرى بأنها ستصل لكل السوريين في شرق الفرات، وبنسبة 84% ترى بأنها ستصل للأكراد فقط. أستاذ إبراهيم، هنالك يعني بنتيجة الاستطلاع فرق كبير من التوقعات، لماذا برأيك؟ يعني الجمهور المتابع، وحسب القناة التلفزيونية هناك جمهور متابع لقناة فلانية يكون مزاجهم العام هو الشكل التالي. أنا أعرف أن طبيعة البروباغندا الإعلامية التي توجه للشارع السوري بروباغندا واضحة، هي توجيه السوريين إلى كره الشعب الكردي أو قوى سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب أو الإدارة الذاتية. هذه البروباغندا أنا لا أقصد فيه الأخ العزيز أستاذ حسن، بالتأكيد أنا أدعو إلى العودة إلى منبج وقضية الشيوخ وغيرها. أنا أعتقد الإدارة الذاتية اليوم متهمة أمام الشعب الكردي بالفكرة التالية، هو تعريب المنطقة الكردية. مدينة القامشلي التي كانت 90% منها كرد اليوم أصبحت 60% من أخوة العرب اللي جاءوا من حلب ودير الزور والرقة. هي بالمناسبة يعني الشارع الكردي يتهم الإدارة الذاتية بأنها تقوم بعمليات التعريب في المنطقة الكردية بحكم كان أيضا هناك مستوطنات عنصرية عربية استخدمها النظام، جاءوا بالأهالينا من رقة وتم استيطانهم في القرى الكردية، واليوم هم محميين من قبل الإدارة الذاتية. والإدارة الذاتية أقول للمرة الثالثة هي متهمة بعملية تعريب في المنطقة الكردية من كوباني من عفرين إلى مناطق الديريك المالكية. أما بهذه الجزئية يا أستاذ إبراهيم، بهذه الجزئية اللي ذكرتها تحديدا، يعني هنالك من الكرد من يشتكي من ممارسات ميليشيا قسد ومن الإدارة الذاتية أكثر من العرب أنفسهم. يعني انتشرت بعض الفيديوهات نرى على وسائل التواصل الاجتماعي عدم الرضا عن ممارسات ميليشيا سوريا الديمقراطية، هي ليست فقط من العرب وهي ليست قضية عربية كردية، وإنما هي يعني تصويب هذه الممارسات، وهذا دور الإعلام وليس ببروباغندا كما تقول. المشكلة هنا سأقولها يعني علنا أو على الطاولة كما تقال في اللغة العربية، المشكلة تلك المجموعة الكردية التي تتحدث عن تجاوزات قوى سوريا الديمقراطية هم أساسا يريدون تكون أن هذه الإدارة أن تكون كردية فقط، هم يريدون أن تكون هذه الإدارة كردية فقط، ولكن الإدارة الذاتية وقوى سوريا الديمقراطية ثبتت إنها سورية بالمطلق وجميع المكونات موجودة وضحت فيها. وضحت الفكرة أستاذ إبراهيم. دعني أنقل أيضا التساؤل بالاستطلاع للأستاذ حسن النيفي، هل ترى بأنه إن وصل مساعدات للإدارة الذاتية وميليشيا قسد ستصل لكل السوريين في شرق الفرات أم أنها للأكراد فقط؟ وأيضا أرغب منك أن تعلق على فكرة أنه اليوم الإدارة الذاتية تقوم بتعريب بعض المناطق، وهذا ما أشار إليه الأستاذ إبراهيم.
يعني فيما يتعلق بمسألة المساعدات، أعتقد والله الآن منطقة شرق الفرات والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية هي من أغنى المناطق اقتصادياً في سوريا. يعني الآن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على غلة الحبوب وكذلك على غلة النفط، ولو تم استثمار هذه الغلال وكانت عائداتها تعود إلى جميع سكان المنطقة لما كنا بحاجة بالأصل إلى المساعدات الإنسانية. هذه مسألة دعيني أؤكد. أما فيما يتعلق بمسألة التعريف، فأعتقد يعني أنا أريد أن أذكر الأستاذ إبراهيم بمسألة، هو دائما يقول هناك نظرة من بعض الناس إلى الأكراد. يا أخي دعنا نميز تماما بين شيء اسمه القضية الكردية وبين شيء اسمه حزب الاتحاد الديمقراطي وأجندته الخارجية. القضية الكردية هي جزء من القضية الوطنية السورية، والدفاع عنها هو واجب كل سوري وليس الأكراد فقط. وضمن إطار القضية الوطنية الكردية أعتقد لا يوجد هناك سوري حر شريف يختلف مع الآخر في هذا السياق. أما أن نتحدث، نحاول أحيانا أن ندمج بين المسألتين، يعني يجب أن يكون الموقف من القضية الكردية كقضية وطنية شريفة سورية هو نفسه الموقف من حزب الاتحاد الديمقراطي، فأعتقد هذه مشكلة. وهذه الإشكالية خلقت لقوات سوريا الديمقراطية إرباك. يعني ألم يشتكي مظلوم عبدي في العام الماضي 2020؟ اشتكى علنا وقال يعني ليس بإمكاننا أن نصل أو نبدي فكاكا واضحا مع حزب العمال الكردستاني، ربما إذا أعطيتونا فرصة يكون هذا الأمر بالتدريج. هذه مسألة أصبحت واضحة، لذلك يجب أن نكون واعين لهذه المسألة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي حسن النيفي، كنت معنا من غازي عنتاب. الشكر أيضا للأستاذ إبراهيم كبان مدير شبكة جيو استراتيجي للدراسات، كان معنا من دوسلدورف. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ألقاكم غدا بإذن الله.